يزداد معدل انتشار داء السكري كل عام، فحوالي 9% من البالغين مصابين بمرض السكري. قامت منظمة الصحة العالمية بتخصيص يوم عالمي لهذا المرض من أجل الوقاية منه ورفع الوعي، وكان شعاره عام 2019 الأسرة ومرض السكري. تم تسمية اليوم العالمي للسكري عام 1991 من قبل الاتحاد الدولي للسكري، وخصص ب 14 تشرين الثاني نوفمبر من كل عام، ويهدف لتعزيز الجهود المبذولة من أجل منع المرض الشهير عن طريق تقنيات جديدة للعلاج وبممارسة النشاط البدني والتأكد من توفير الرعاية الطبية للمرضى. حسب الإحصائيات العالمية، 350 مليون شخص تقريباً مصابين بمرض السكري، وعام 2012 تسبب بوفاة ما يقارب 1.5 مليون فرد حول العالم، 80% منهم بالبلدان الفقيرة والمتوسطة و90% من النوع الثاني، بينما تبلغ نسبة مرض السكري من النوع الأول 10%. أما بعام 2017 بلغ عدد المصابين 600 مليون شخص، ويوجد منهم بمنطقة الشرق الأوسط نحو 83 مليون. تتنبأ منظمة الصحة العالمية بأن مرض السكري المسبب السابع للوفاة حول العالم.